مع حلول شهر رمضان تنتشر مطاعم الرحمة عبر أنحاء مدينة وهران. هنا بمسجد الأمير عبد القادر يقدم إفطار لكل محتاج أو عابر سبيل، لكن المميز أنه دون طاولات أو كراسي. مئة الوجبات الجاهزة توزع يوميا خلال الشهر الفضيل، كل على حسب حاجته. يقوم المجلس بتوفير وجبات ساخنة للآلاف من الصائمين ولعابر السبيل. أيضا قمنا بتوزيع طرود غذائية، نسميها طرود وليس قفة، تسلم لفائدة العائلات المعوزة والأرامل والأيتام. الإفطار المحمول على شكل سيلف سيرفيس، هناك وجبات ويخير واش يبغي. أولا هذه اقتصادية، حتى هذا الإنسان ربما كاين اللي يقول كيودي ناكل أنا غير الدجاج، ما ناكلش كذا، حتى نتفادى التبذير ونتفادى الضياع. فكرة الإفطار المحمول اعتمدتها جمعية سبل الخيرات بوهران السنة الماضية لتفادي انتشار عدوى كورونا وتجنب التجمعات. احنا كنا في ظل وباء كورونا، احنا في ظل وباء، هذه التجربة قمنا بها السنة الماضية، حتى الإنسان يدي الوجبة نتاعو ويستلمها ويروح، يعني محفوظ ماء الوجه، محفوظ يعني الكرامة نتاعو. هذا أيضا بالإضافة إلى التكافل والتعاون والتآخي الذي يبرهن عليه الجزائري في كل مناسبة، خاصة في مثل هذه المناسبات. هي مبادرة على غرار العديد من المبادرات كتوزيع كسوة العيد وختان الأطفال التي تعكف جمعية سبل الخيرات على تجسيدها مع كل شهر رمضان.